الحمد لله على السلامة. نورتنا كمال. ميت أهلا وسهلا فيك. شرفتنا يا غالي. بابا سولنا قهوة وقولي لماما تجي تسلم على خالد. حنان خلي الوالدة مرتاحة. أنا جاي أشوف الوالد. بابا عجلونا بالقهوة. خالك بيحب يشرب سادة. حاضر بابا. كمال أنا أنت ما حبيت تشوفني لأنك محروج مني ومتلبك. ولك يا أبرني ربك بتعرف ليش بحبك ما؟ لأنك بنقصول وبتعرف بنقصول. خوف أنت قلت لحالك ليش لحتى لبك حالي وروح شوفه؟ ببعث له حدا يرحب فيه. بس للأسف القتيل إجا لعندك برجليه. قتيل؟ شو رأيك اللي عم تحكي كمان؟ شو رأيك نحكي بأريحية ونكشف أوراقنا لبعض؟ هيك أريح لك ولي. أبو ركان عندي واعترف بكل شيء. مين أبو ركان؟ مين أبو ركان؟ الظاهر إنه الغنى الفاحش اللي عايش فيه ضعف لك ذاكرتك. أبو ركان اللي بعدته ليقتلني اشتريته أكثر من سعرك بنكشي. والكمل شو عم تحكي أنت؟ معقول يا رجل؟ نحن أهل بعد أنت خال ولادي يا زلمة. معناتها ما رح نتفاهم أنا وياك، لذلك أنا مضطر أسلم أبو ركان للشرطة حتى يعترف بكل شيء. كمال ولو كمان ما نحن أهل وأصدقاء. بعدين نسيت إني أنا طول عمري كنت سيفك؟ أنا سيف؟ سيفي اللي بخسرتي؟ سيفي اللي عرقتي؟ على كل حال أنا جاي إلك كلمتين وامشي. احكي كمال، عم بسمعك. الحساب اللي بيني وبينك مطول، بس ليجي وقته تترك كل شيء بخصني بحاله. أنت فاهم؟ الله سامحك، أنت بتعرف اللي بيخصك بيخصني. نحن أهل وحبايب، والشي اللي صار غصب عني. أوعك أدرى أنك زعجت أحمد أو وقف بطريقه. وأختي رضوى إذا بيجا حراسا منك أو من أي حدا ثاني رح أتعبك مزبوط. أنت شو عم تحكي كمال؟ أحمد مثل سامر؟ بعدين أنا اللي وظفته. معقول أنا وقف بطريقه؟ أنت فهماني منيح، لأنه بعد هيك ما رح اجي لعندك. كمال انت غالي كتير واللي بتأمره بيصير.